اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخ ومعلمين وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صلي وسلم على الإسلام والإيمان بلحم الدين ولم يحن بحج سيدي ولدي أدنان ولكل نفس صالحة. من يومنا هذا إلا يوم الآخر. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lidhalimin lidhalimin min bainihim salimin وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله شفاعته
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بال كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن. يا علب ألوي شفاعة، يا ألب ألوي شفاعة، يا ألب ألوي شفاعة، كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، يا تريم وآلها، يا تريم وآلها، يا تريم وآلها، وعفوا كريم وعفوا رحيم، يا فرج الهم، يا كاشف الغام، يا من لأبدي يكفر ويرحم دعوهم، سبحانك اللهم تحيتهم في السلام، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب ال kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita tercinta yaitu Al-Habib Rifqi Al-Idrus. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan, hasil maksud, dan semoga beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara pada malam hari ini cukup sekian, saya selaku pengatur waktu penacara pamit undur diri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.